هلا بدنا نعمل ننزله ل 0 سكندز عشان نلاحظ الفرق، بكون الاكسلريشن عالي كتير، بوصل بسرعه للتوب سبيد. 0 هذا رامب اب تايم، رامب داون تايم ننزله بصفر. اوكي هلا نشغله، حيوصل لسرعة الماكسيموم سبيد بسرعة وحيوقف بسرعة. هذا بالنسبة للرامب اب ورامب داون تايم. اعطانا جيرك عالي طبعا، فهذا اذا بالجودز ممكن نستخدمه، اما بعد